صباح عليكم الخير مرة أخرى وأعزائي. إنجاز جديد حققته دولة الكويت قبل يومين بإعلان فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي أن الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، وذلك من 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 في أكتوبر المقبل. تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله راح نتناولها في حوارنا مع الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والكرامة. نبارك لك ولأنفسنا هنا في دولة الكويت هذا الإنجاز. وهذا إنجاز مستحق، ونبارك للقيادة السامية ولدولة الكويت على هذا الإنجاز الذي سوف نوضح أكثر. يا ريت يا ريت. راح ناخذ تفاصيل أكثر إن شاء الله عن هذا الإنجاز ومزيد عنه بعد هذا التقرير. إذن موضوعنا عن دخول الكويت ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسناً في بيئة الأعمال. الدكتور خالد مهدي، يا ريت توضح لنا دلالات مثل هذا الإنجاز وش اللي سوته الكويت عشان يعني تحسن البيئة هذه وبالتالي صار عندنا مثل هذا الإنجاز. في البداية أحب أن أنوه أن هذه الجهود بدأت في 2013. هذه الجهود ترتكز على تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. الجهود تمت بقيادة الهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبقيادة الدكتور مشعل جابر وبمعيته مجموعة من الجهات المعنية في تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. ولاقت هذه الجهود عناية من القيادة السامية من شخص سيدي سمو الأمير حفظه الله و سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء. معناته أن هذه الجهود أتت بعناية خاصة من القيادة السامية لأن تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت جدا مهم باعتباره وبأن أحد نتائج رؤية الكويت 2035. الآن أهمية هذا المؤشر، يدخل مؤشر تحسين بيئة الأعمال أيضا في 27 مؤشر آخرين من مؤشرات تنافسية العالمية. من 2013 إلى هذا اليوم بدأت دولة الكويت بالقيام بمجموعة من الإصلاحات. هذه الإصلاحات بدأت تأخذ وضعها وتأخذ حجمها في التأثير على هذا المؤشر. تقارير المؤشر في سنة 2019 لم تكن بمستوى الطموح ولم يكن ترتيب دولة الكويت بالمستوى الذي كنا نطمح له، لكن ما زالت هذه الجهود ومستمرة من قبل الجهات المعنية في تحسين بيئة الأعمال وبقيادة رائعة جدا من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. بدأت هناك معالم لتحسين هذا المؤشر ضمن دخول هذه المعايير. بالضبط. فأحد الطرق لمجموعة البنك الدولي أن قبل أن تنشر التقرير بعده ما طلع أكتوبر، أي نهاية أكتوبر 2020، تقرير 2020 يصدر في نهاية أكتوبر 2019. في هذا التقرير راح نعرف احنا بالضبط أين هي درجة دولة الكويت في تحسين بيئة الأعمال وأين ترتيب الدولة بالمقارنة مع الدول الأخرى. مثل ما أنت كدولة قاعد تشتغل على تحسين بيئة أعمالك، أيضا هناك دول أخرى تقوم في تحسين بيئة أعمالها. فهني نتكلم على ترتيب تنافسية بين الدول في هذا المؤشر. أما في الجزء اللي احنا متأكدين منه بأن هذه الإصلاحات قد لاقت اهتمام للمجتمع الدولي وذكرت في التقرير بأن نكون ولأول مرة من ضمن 20 دولة التي قامت بإصلاحات حقيقية وواقعية في تحسين بيئة أعمالها. هذا الأمر يجب أن يتم توضيحه بأن ليش؟ لأن هناك لبس عندما صدر القرار أو عفوا عندما صدر الخبر من مجموعة البنك الدولي صار لبس أن أنت ترتيبكم 97 في 2019 وهذا التقرير الموجود ما في تقرير. أي بالضبط، وهذا التقرير لم يصدر، لكن مجموعة البنك الدولي تقوم قبل شهر تقريبا من إصدار التقرير تتكلم ما هي الدول التي قامت بإصلاحات حقيقية. الكويت
من الدول العشرين اللي قامت بإصلاحات حقيقية، وهي غطت النشاط التجاري، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على ائتمان، حماية حقوق الأقليات المستثمرة والتجارة عبر الحدود. وهذه عبارة عن جهود تمت بفضل الجهات اللي معنية في تحسين بيئة الأعمال، اللي هم وزارة التجارة منهم، وزارة الكهرباء، بلدية، الإدارة العامة للجمارك، تكلم على وزارة العدل، مالية، كل بلدية الكويت. هذه كلها عبارة عن جهات معنية في تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. والله الحمد والمنة ظهرت الآن بوادر من هذه الجهود المخلصة قامت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت، وهذا اللي أتى فيه هذا الخبر اللي أفرح الجميع صراحة. الحمد لله. الآن هل هي نهاية المشوار؟ لا بالعكس، هذه بداية. انطلاقة المشوار وبدايته. أن احنا نعمل أكثر في الحفاظ واستدامة هذه الجهود من أجل أن تكون تنافسية دولة الكويت أعلى. وتقرير التنافسية أيضا من التقارير المنظورة في المجتمع الدولي والمجتمع الاستثماري بصورة مهمة جدا، ومثل ما ذكرت أول المقابلة بأنه يدخل في 27 مؤشر من مؤشرات التنافسية، معناته أن أهميته تكون أكثر وأكثر. الآن كيف تمت العملية؟ الجميل أن دولة الكويت تعمل وفق لنظامات لأنظمة مؤسسية. فنعم قد نأتي بجهود بطيئة في البداية، تتسارع الجهود، لكنها مبنية على قاعدة مؤسسية تضمن الاستدامة والثبات. وهذا الأمر جدا فموضوع استدامة هذه الجهود سيؤدي في النهاية نتيجة للاستدامة المؤسسية للدولة، وهي طبيعة الدولة بأنها هي دولة مؤسسات. بعد ما يكون هناك تحسن في هذا المؤشر يكون ما نطالع ورا بعيد، نطالع قدام. التقدم في المؤشر راح يكون أفضل لأن ستكون هناك منصة مؤسسية لدى الجهد. الجهود كثيرة اللي تمت، وهناك خارطة طريق كانت موجودة في لجنة تحسين بيئة الأعمال، وهي اللجنة التي صدرت بقرار مجلس الوزراء وبقيادة الدكتور مشعل جابر الصباح رئيس هيئة تشجيع الاستثمار. كانت هناك خارطة طريق وجهود واضحة، كان هناك بوابة تسمى بوابة تحسين للجهات، كل جهة معروف بالضبط من عندها ما هي المبادرات، ما هو الأمور اللي متعلقة في اختصاص هذه الجهة يجب أن تعمل عليها من أجل تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. مكونات سواء قرارات إدارية، قرارات وزارية، تشريعات قانونية، أنظمة آلية، لأن في النهاية هذا المؤشر لا يقيسه الموظفين في الحكومة على مدى فاعليته، هي القياس يتم عن طريق ما المتلقي للخدمة. نعم. بيئة الأعمال المتلقي للخدمة أو خدمة القطاع الحكومي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص هو الذي ينظر مدى فاعلية تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. ولكن هل نحن وصلنا إلى مستوى الطموح؟ لا، مستوى الطموح يكون في ارتفاع المؤشر واستدامة هذا المؤشر، وأن تكون تنافسيتنا مع الدول الأخرى في المصاف الدول اللي نقول بيئة الأعمال لديها بيئة محسنة. أحب أني أنوه وأكرر بأن التقرير سيصدر في تقريبا 24/10 إذا ماني غلطان، أو نهاية شهر من الآن. وهذا التقرير مهم جدا. التقرير عندما يصدر سيبين لنا أمرين، ما هي الدرجة اللي وصلتها الكويت ومدى الارتفاع اللي فيه، وبالإضافة إلى ما يسمى بترتيب دولة الكويت في التنافسية، والانعكاس على المؤشرات الأخرى سيكون بإذن الله من خلال الاستثمار والشراكات الدولية لعلها. المهم جدا في موضوع المؤشر أن هذا التقرير يتم قراءته ودراسته من قبل المستثمرين، يعني لنفرض أن هناك مستثمر لديه رؤوس أموال، يفضل أي دولة؟ الدولة اللي فيها مؤشر تحسين بيئة أعمال عالي، بالتأكيد شيء طبيعي. إذن اهتمام دولة الكويت بالمؤشر ليس للمؤشر فقط،
ولكن هو عبارة عن مقياس ومعيار مقارنة ما بين الدول الأخرى في أين تنافسية دولة الكويت. دائما كل دولة الآن في العالم تنظر إلى موضوع التنافسية لسبب بسيط جدا، أن استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار في الدولة يعتمد على مدى تنافسية هذه الدولة. فكل ما تكون تنافسية الدولة أعلى وفي ترتيب أعلى، فتلاقي أن هذه تكون دلالة على بيئة مشجعة للاستثمار فيها. حتى على المستوى المحلي هذا أكيد راح يزيد من فعالية الدولة الاقتصادية. أبي أظن تأثير هذا على لعل القوى العاملة الوطنية شلون؟ يمكن كل ما تكون بيئة الأعمال في أي دولة من الدول مرنة نشطة سليمة ذات ركائز ودعائم قوية، هناك ثقة لدى المواطن، لدى المواطن اللي يعمل في القطاع الخاص، بأن بيئة الأعمال هذه تتيح له بالدخول إلى القطاع الخاص. لا تنسى أن هي خطة التنمية والخطة الإنمائية ورؤية كويت 2035 ترتكز على قيادة القطاع الخاص للتنمية، وأهم عوامل قيادة القطاع الخاص للتنمية أن تكون بيئة الأعمال في دولة الكويت بيئة ممكنة وبيئة أعمال نشطة تعطي هذه الصفة الدافعية للدخول إلى القطاع الخاص. يعني نقولها بالكويتي، يعني إذا القطاع الخاص يبي يشتغل أو أنك أنت تبي تعمل في القطاع الخاص، الشيء البسيط اللي تحتاجه أن تكون بيئة الأعمال اللي تبي تشتغل فيها بيئة سهلة. نعم. إذا كانت بيئة معقدة، لا والله أنا لن أميل للقطاع الخاص، راح أميل إلى قطاعات أخرى أكثر أمانا وأقل يعني وأقل حصولا للربحية. القطاع الخاص عشان يتمكن من العمل وتكون فيه تنافسية يجب أن يكون قطاع خاص نشط ومرن، أن تكون بيئة الأعمال الداعمة من قبل الحكومة هي بيئة أعمال محسنة سهلة تيسر الأمور في داخل، وهذا جزء من ما يسمى أيضا من تيسير الأعمال في دولة الكويت. الآن هذه الجهود المخلصة التي تمت وبالقيادة الحكيمة لها أدت، الآن نرى تباشيرها، تباشيرها رائعة جدا، بأن الكويت ينظر إليها الآن من ضمن 20 دولة في العالم التي قامت بإصلاحات حقيقية لها تأثير على بيئة الأعمال في دولة الكويت. إذن عن قريب لعل بعد خصوصا هذا الإنجاز سوف نرى فعلا أن الكويت يعني تفتح أبوابها أكثر للاستثمارات الخارجية هنا عندنا في الكويت أسوة في بعض دول المنطقة. أنا اللي قاعد أشوفه أن هذا بدأ أصلا، يعني اللي ما قام فيه في تخصيص البورصة على سبيل المثال، الأعمال اللي تقوم بها هيئة أسواق المال التي أيضا عفوا لم أذكرها، هي أيضا ممثلة في لجنة تحسين بيئة الأعمال وكان لهم أثر طيب في الأعمال اللي يقومون فيها في المؤشر. نلاحظ أن البورصة الكويتية أيضا الآن تم ترقيتها إلى الأسواق الناشئة، هذه الأمور تحدث بالتزامن مع تحسين بيئة الأعمال. صدقني إذا كانت بيئة الأعمال في دولة الكويت غير محسنة أو ولم تصل إلى السهولة واليسر، أو أن هناك توجهات حكومية حقيقية لتحسين بيئة الأعمال، المستثمرين ما راح يكون لهم توجه إلى دولة الكويت. إذن نحن في طريق صحيح إلى كويت 2035 بإذن الله. بإذن الله الجهود يجب أن لا تقف عند حد معين، الجهود يجب أن تستمر، هي انطلاقة مستدامة كما ذكرت، ويجب أن يكون هناك استدامة لهذه الجهود. لاستدامة هذه الجهود نكون نحن بالفعل في طريقنا إلى تحقيق رؤية الكويت 2035 بإذن الله. يعطيك العافية دكتور، وشكرا لحضورك وتشرفك لنا في استوديو صباح الخير الكويت. إذن أعزائي كان معنا الدكتور خالد المهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ونتمنى فعلا كل التقدم والازدهار لبلدنا الكويت الحبيبة، من نجاح لنجاح إن شاء الله، ومن أجل تحقيق رؤية صاحب السمو ل 2035 لكويت أفضل إن شاء الله دائما وأبدا. بكذي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للزملاء أحمد وإيمان لطبعا
الرفقة الجميلة في هذا البرنامج. نتمنى أن تكونوا استفدتوا من اللقاءات والتقارير المتنوعة التي كانت في البرنامج. يتجدد إن شاء الله اللقاء يوم الغد في تمام الساعة 7 في صباح الخير الكويت. نشوفكم على خير وفمان الله.